ميكرو فريد على انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس اش كانوا كيحلموا في الصغر ديالهم، يحققوا في الكبر ديالهم. الا بغيتوا تعرفوا الحلم ديالهم بكل تواضع اجوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ الجميل بخير. الله يحفظك ويجزيك. قول لي في الصغر ديالك اشنو كنتي كتحلم يعني تكون في الكبر؟ وهي جوج ديال الاحلام والمتمنيات كنت كنتمناها، ولكن ما توفقناش ليها، ولكن باقا من كيف ما كنقولوا باقي العلم بها وباقي مولين بها وباقي الميول ليها. هو الجانب الرياضي، يعني كنت كنتمنى نكون بطل في الالعاب البارا اولمبيه، لانني كنت كنشوف الابطال في المحافل الدوليه وفي الاولمبياد ديال ذوي الاحتياجات الخاصه والالعاب البارا اولمبيه كنت كنشوف فيها بزاف. هذيك كانت من المتمنيات ديالي نكون يا في كره السله يا في السباق على الكراسي المتحركه. هذا هو اللي كنت كنتمنى. هذا هو الحلم ديالك تكون بطل اولمبي. بطل اولمبي، لان كنت كنشوف يعني علاش حتى انا ما نكونش في هذاك المكان وكنت انا في هذاك المحفل وحتى انا نرفع العالم الوطني. وعلاش ما كملتيش الحلم ديالك؟ كان عندي هدف، ولكن الحارس في المغرب حارس كبير ما كيخليكش مارك. الجول في المغرب راه جول كبير ويعني اكثر من الجول ديال كابتن ماجد وليد وراه. وكتي بكل تواضع تقلبو وتماركي. وما كيتقلبش اخويا، فاص واحد هاد الجول عندنا في المغرب. شكون هاد الجول هذا؟ واش الحظ؟ الحظ كان جول، ولكن ماشي بديك القوه ديال الحظ ديال المغرب. هو كان جول في النادي ديالو، ولكن بالنسبه للحظ اللي كنهضروا عليه كان كبير، حارس كبير وعنده القاب بحال هادشي. وما يمكنش دابا انك تكمل وتحقق الحلم ديالك. وتحققه كهوايه، ولكن كانك تفعله بطريقه احترافيه ما فوق طاقتك لا تلام. انك انت مزيان غير منين عايش. يعني مزيان منين مكمل وباقى عندك ديك النفس ديال باغي دير الرياضه وباقي باغي تكون رياضي، راه هذيك من الامور الزوينه. والحاجه الاخرى في التعليق الرياضي، في مجال التعليق، ونكون انا معلق او مقدم البرامج الرياضيه، هذا كنت هو من الاحلام ديالي. وهذا راه يعني تحقق، يعني تكون يعني معلق رياضي. تقدر تلوح على ودابا نقدر شي فيديوهات يعني في مواقع التواصل، وتقدر شي قناه ان تشوف يعني الصوت ديالك يناسب يعني التعليق الرياضي، كل شيء ممكن. وهي ما بغيتش تكون عطاش بهذا المعنى، خاصك تكون يعني تحترم المهنه ديالك، تكون محترف يعني. يعني محترف، ما تكونش غير عطاش، لان دابا راه ولات سهله. وليتي دابا تقدر تريح قدام ميكرو ودير تعليق كتقول الحوايج اللي عارفين الناس. اما لك تي غتبرك قدام الميكرو خاصك تعطي الناس الحوايج اللي غراب عليهم، ماشي الحوايج اللي عارفينهم وعايشينهم. هذا هو الدور ديالك كمعلق رياضي او لا كمهنه ديال التعليق بالمعنى الاصح. هادشي انا هو المبدا ديالي، ما نقدرش من هذا الحلم ديالك ديال معلق رياضي، وهاد الرساله توصل لبعض القنوات ويحققوا لك الحلم ديالك بانك تكون معلق محترف ان شاء الله. كنتمنى هادشي اللي كنتمناه في صغري. كنت كنتمنى في الكبر ديالي، كنت كنحلم في الكبر ديالي، كنت كنحلم نولي فنان ارتيست، فنان فكاهي مسرحي سينمائي، حيت من صغري وانا في دار الشباب والحمد لله تحقق هذا الحلم. وراه تحقق الحمد لله، ولاو كيعرفونا الجمهور ولاو كيعرفونا الناس. والقناه ديالكم كنشكرها، وكنشكر الاستاذ صاحبي والصديق ديالي. كنبغي نقول خويا في الحرفه، كيقولوا خوك في الحرفه عدوك. لا، خويا في الحرفه سيدي، وانا طراب ديال الرجال، والاستاذ فادي الدنيان طراب حمري ولا الاخر. بحال كلشي بحال. وليا الشرف معايا خويا فريد من النكته، تبارك الله عليك وراك عزيز عليا، وكنشكر. دابا حققتي الحلم ديالك. حققت الحلم ديالي، ولاو معترفين بيا الناس، ولاو كيشوفوني الناس، ولاو كيتصوروا معنا الناس. الحمد لله هادشي اللي بغينا. كيتصوروا معاك؟ كيتصوروا معايا. ولكن انت كتصور معاهم حتى؟ كنتصور معاهم، ولكن ما كيعطيوني والو الغالب. ما كتصور معاهم والو، حتى ريال والو. كنت كنحلم نكون من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كيتصافوا، وحلمي من الصغر ركب في هذيك الكاروسه اللي كيتصافوا فيها. هذا هو الحلم ديالك. وعلاش ما حققتيش؟ ما كتبش ماديا حتى شي، اصلا غاليه باش تكون عندك. وباش تحقق الحلم ديالك باش تكون متسابق خاصك فلوس بزاف، تكون خدام وتكون كتريني معاهم، تكون يعني في شي نادي. تكون اصلا خدام باش تكلف بمصاريف الرياضيه ديالك. نعم. وراك باقي صغير وتقدر مازال تكمل الحلم ديالك وتحقق الحلم ديالك. وهذه رساله يعني منك الناس يعني المختصين بهذه الرياضه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، اش غتقول لهم؟ كنتمناو يديروا بحساب واحد معاق اللي
حتى هو باغي يكون رياضي وراه كيحب الوطن ديالو ماشي ما كي وباغي يحقق الحلم ديالو. يعني قلت الحلم ديال الوطن ديالو يكونوا عنده ابطال، والحلم ديالو هو يكون عايش مزيان يعني وبطل. الحلم ديالك دابا اللي قلتي انك باغي يعني ديك الكروسه ديال المحترفين الرياضيين، هذا هو الحلم ديالك. وكنتمنى هذا الحلم ديالك يتحقق ان شاء الله، وهذا رساله للمسؤولين ديال الرياضه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه انهم يحققوا لك هذا الحلم ديالك ان شاء الله. كان عندي واحد الحلم اللي هو مهم جدا ومازال كنبغيه الان، اللي هو كنت بغيت نكون عازف اساسي في الفرقه الموسيقيه العسكريه اللي كتعزف النشيد الوطني امام الحسن الثاني المغفور له. هذا هو الحلم ديالك؟ هذا الحلم ديالي اللي كان في الصغر. اللي كان في الصغر، اللي كان في الصغر اماما، وباش غادي نبدا وغادي نستعد باش نتكل على الله. يعني اول حاجه كنلتجئ للمعهد الموسيقي اللي كاين مدينه فاس. درستي الموسيقى؟ درست الموسيقى مدة 4 سنوات سولفيج دون ما فصل السيدو. من بعد السيدي المهم درت 18 سنه في لاج ديالي، جات واحد الفرصه ديال التجنيد الاجباري باش نتونجاجي في التجنيد الاجباري، كان قانون اساسي ديك الساعات. قلت لي باش تقرب شويه المسافه. باش نتقرب للمؤسسه العسكريه، باش كان حيت انا ديك الساعات اليبوك ما عنديش حتى لونتوغاج ديالي فيك عايش، وبالفعل كنت عايش في منطقه قرويه. نواحي ديال فاس. انا واحد ديال فاس. تحيه للناس فاس. اللي خطيك وحتى الاصدقاء ديالي حتى واحد ما عندوش علاقه بالفن او شي عضو في العائله ديالي اللي عنده علاقه بالسمع البصري اللي غيعاون لي، يعني بوحدي والله سبحانه وتعالى. من بعد باختصار مشيت للتجنيد الاجباري وتقربت وعرفت اسرار، وقالوا لي اني غتكمل فوالا غادي تونجاج مع الحرس الملكي وهكا والدبلوم ديال الموسيقى. قلتي بديت كنقرب للحلم ديالي. بديت كنقرب للحلم ديالي. دابا فين غادي نتورط وغيوقع واحد الصونجمون؟ فين غنتورط؟ هي ملي عطاوني الرباط، عطاوني الرباط المستشفى العسكري، سي موا الاخرى ديالي، كنلقى واحد المتنفس ثقافي اللي كاين في المغرب وفي الرباط هو محمد الخامس مسرح. محمد الخامس كنت كنمشي ليه وتما تعلمت المسرح وتقرت من لي زاكتور اترونجي وحتى المغاربه. تما تونجي الحلم ديالك. تما تونجي. مشيتي للسينما. كنمشي للسينما. من بعد كنلقى راسي صافي تخليت على غمستي في السينما. غمست على السينما وتخليت على الحلم ديالي اللي هو الموسيقى والعسكريه، وكنمشي للورزازات تماك تقريبا كنت اونجاجي فيها شي مده ديال 10 ديال السنوات.